طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب. إذا في الحلقة الماضية بعد يعني جهد رياضي يعني ليس بالبسيط، وصلنا إلى ثلاثة معادلات هامة جدا للفلويد ات ريست، يعني الأكسلريشن إيش بزيرو والسائل لا يتحرك، وما تطرقت إلى معناها الفيزيائي، لكن معناها الفيزيائي نقدر نستنتجه الآن. المعادلة الأولى والثانية اللي هي البريشر جريدينت في الواي والبريشر جريدينت في الإكس، الواي من اليسار لليمين والإكس من برا لجوة، يعني إيش المستوى الأفقي. واضح إنه إيش إن البريشر لا يتغير مع الواي، وبالتالي سيظل ثابت. يعني إذا رحت من يسار البركة إلى يمين البركة وانت جوة في العمق لن تتأثر أذنك ولن تشعر بآلام، لأنك إيش عند نفس المستوى. نفس الشيء لو جيت عمودي على الشاشة تحركت جوة أو برا، نفس الشيء أذنك لن تشعر بتغير في الضغط. لكن التغير مع الزي اللي هو الفيرتيكال بوزيشن سيكون هناك تغير في الضغط، مقداره روجي اللي هي جاما. طيب إذا أستطيع أنا أحط القانون الأول أمامنا الآن، أو الاستنتاج الأول، إنه the pressure is a function in the z direction but not a function of x or y. لو قال not a function of the horizontal plane كان أفضل. أوكي، جميل جدا. يعني إذا هذه إجابة وخلاصة إيش الحلقة الماضية. طيب the last equation can be written as ordinary derivative. إحنا نقصد هذه المعادلة ليش؟ لأنه اتضح لنا الآن أن البريشر ليس دالة في الواي والبريشر ليس دالة في الإكس هنا، خلاص إذا هو دالة فقط في إيش في الزي، فتتحول المعادلة، فتتحول المشتقة من partial derivative إلى إيش؟ إلى ordinary derivative. طيب وبعدين حطينا لون رمادي هنا يؤكد لنا على أهمية هذه المعادلة، برجع استخدمها يمكن مرة أو مرتين خلال الفصل هذا. لكن خليني أضرب الطرفين في الوسطين، إيش هيحصل؟ والله دي بي حيساوي ماينس كاما دي زي. جميل جدا، جميل جدا. قبل ما أكامل وأطلع علاقة ما بين البريشر والهايت، أبغى أوريكم الصورة هذه وأبغى أقرأ عليكم العبارة الثانية، الاستنتاج الثاني. الاستنتاج هذا مأخوذ من تقدر تأخذه ابتداء من المعادلة هذه التفاضلية. Pressure varies only with the vertical distance and is independent of the shape of the container. هذا بقول لكم عنه بعدين. هنا اقرأ معايا. If dz is positive, يعني going upward, then the pressure decreases. And if it's negative, يعني going downward, then the pressure is increasing. أيوة، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إذا أنت جيت طالع وأنت غواص طالع لفوق، يعني z2 minus z1 موجب اللي هو دلتا زي، موجب في سالب بسالب. أوكي، معناته التغير في البريشر عندك إيش على أذنك حيكون سالب، يعني يتناقص. طيب افرض أنك أنت لا نازل من فوق لأسفل، من 2 إلى 1، يعني زي النهائية أقل من زي الابتدائية، فدي زي هنا بنيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف، يعني التغير في البريشر على أذنك بما أنه بوزيتيف معناته أنه إيش قاعد يزداد. هذا خلاصة الكلام اللي ذكره أحد المراجع هنا. طيب احنا هدفنا نجيب علاقة ما بين البريشر والهايت أو الارتفاع، هذا هو الارتفاع. لاحظ أن الزي اتجاهه فوق، أوكي، أبغاك تتذكر الزي اتجاهه من أسفل لفوق، بينما الدبث اللي هو يرمز له بالإتش عادة يعني يكون اتجاهه من فين؟ من فوق لأسفل. ما علينا، نسوي التكامل يا أخوان. أهو كامل من أنا فين مشيت؟ أنا مشيت من P1 إلى P2، بكامل من P1 إلى P2، وهنا من Z1 إلى Z2. طيب إيش أسوي في القامة هذه؟ القامة هذه هل هي ثابتة أم لا؟ قال لك شوف، إذا عندك غازات فهي ليست ثابتة، لأن الغازات كومبريسبل، وبالتالي القامة is variable. القامة جواها الرو، والرو زي ما أنت عارف حقة الغاز is variable. طيب بالنسبة للليكويدز القامة is incompressible، يعني مهما ضغطت الموية ما تتغير الكثافة حقته إلا شيء بسيط جدا. طيب إيش نسوي؟
خلينا نبدأ إذن بالسوائل إيش incompressible substances. أوكي ليش؟ لأني أقدر أطلع القامة برا ولا لا يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت القامة برا هنا اللي هو روجي لأنها ثابتة وأكامل هنا يعطيني B2-B1 وهذا يعطيني Z2-Z1. رائع جدا. هذه المعادلة هي أول معادلة هامة في الفلويد ستاتيكس، جابت لنا علاقة ما بين البريشر والهايت الارتفاع، وتسمى هيدروستاتيك ديستريبيوشن إكويجن بالباسكال، اليونت حقتها باسكال، نيوتن لكل متر تربيع. هذا باك تحط اصبعك اول واحدة، خلاصة ايش؟ خلاصة يعني كمية من الرياضيات. طيب يا شباب ايش رأيكم اجيب قامة زيتو من اليمين الى اليسار واخذ البي 1 من اليسار لليمين؟ اهو ما عندي مشكلة. طيب ايش تبغى تقول؟ ابا اقول لكم انه خاصة في الهندسة المدنية حاصل جمع الحدين هذول يا شباب لهم اسم معين عندهم، ما هو كثير عندنا في الهندسة الميكانيكية، يسمون البي زائد جاما زي بيزومتريك بريشر، الضغط البيزومتري. أوكي؟ ويرمزون له بالحرف إيش؟ بي زي. يعني الله يوفقك وانت قاعد تدرس وتشوفه يحل في الكتاب عندك، أحيانا يكتب بي وجنبها الزي، لما جنبها الزي ترى ما يقصد هذه، لا، مضافا إليها حاصل ضرب الجاما في ارتفاع النقطة اللي قاعد يحسب عندها، فركز معايا. جميل جدا. اذا هذا مصطلح جديد تعلمناه، حاصل جمع البريشر اللي هو الثيرموداينامك بريشر حقنا زمان في جاما في الارتفاع حق النقطه يسمى البيزومتريك هيد. طيب ايش رايكم اقسم المعادله هذه كلها على الجاما؟ ايش بيحصل؟ والله بيحصل التالي، زي هنا 2 حتساوي الواحد حتصير زي 2 لحالها، وزي 1 هنا حتساوي زي 1 لحالها، والجاما تجي في المقام. هيركز معايا، عندي الآن الحد هذا بي 2 على جاما وهذا زي 2، زي 2 بالشحدته متر، يعني المعادلة هذه تحولت من باسكال اللي هو نيوتن لكل متر تربيع إلى إيش؟ إلى اليونت حقتها متر. هذا الحد يسمى بريشر هيد، هذا يستخدم بكثرة عندنا في الهندسة الميكانيكية. بريشر هيد يقاس بالمتر وهو حاصل قسمة البريشر عند النقطة المعينة مقسوما عليش على الاسبيسيفيك ويت. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب وأيضا حاصل جمع الاثنين هذولا مع بعض، أوكي، بي أوفر جاما زائد زي يسمى البيزومتريك هيد. البيزومتريك هيد ويستخدمه بكثرة صاحب الكتاب حقكم اللي أنا أشرح لكم أنتم منه بالنسبة لطلابي. طيب خلصنا كذا، خلصنا، بس أهم حاجة أنك تراجع ليش تحفظ لي هذه واحدة ثنتين ثلاثة وتحفظ الأسماء اللي بالأحمر حفظ، أوكي، عشان ما تتلخبط وانت ماشي معنا في الطريق. طيب خلينا ناخذ الرسمة هذه أمامكم ونسوي تعليقين بسيطين. إنه إذا كان الفلويد نفس الفلويد، أوكي، وقال لك pressure in a continuously distributed in uniform static fluid is the same at all points on a given horizontal plane in the fluid وهو ما يسمى بباسكال لو، يعني لو مشينا أفقي بهذا الاتجاه نفس الفلويد ما يتغير، أوكي، حتى كثافته ما تتغير معايا، لازم يكون نفس إيش؟ كيف تتغير الكثافة؟ يعني ممكن هنا يكون موية مالحة وهنا تكون موية عذبة، فلا خصائصه ولا حتى نوعية الفلويد، أوكي؟ إذا أنت مشيت أفقي والفلويد هو هو ما يتغير ومتصل، يعني ما هو مفصول بينه الاثنين بينهم يعني مثلا سائل آخر، فالبريشر عند A عند B عند C عند D is the same. هذه أول نتيجة. ونفس الشيء يقال عند الدبث رقم 2، هنا A و B و C is the same، ولكن طبعا هو بيكون إيش؟ أكبر من البريشرز عند نظيرتها فوق A B C الصغيرات. طيب إيش رأيكم في D يا شباب؟ هل هي زي سي؟ لا، حتكون أعلى. ليش؟ لأن في فلويد هنا زئبق والزئبق كثافته أعلى من كثافة الووتر. هذه مهمة جدا يا إخوان، وإن شاء الله نبدأ في شوية تطبيقات في الحلقات القادمة. إذا حسيت يا ابني أنك استفدت يعني من الحلقة هذا، أرجو أن لا تنسانا من دعوة صالحة بظاهر الغيب. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.